بعد افتتاحها رسميا أمام الهواة والمهتمين من الشباب برياضة المحركات والمسابقات، شهدت حلبة عبري للاستعراض حراكا شبابيا ورياضيا واسعا من محبي هذا النوع من الرياضات، حيث نظمت الجمعية العمانية للسيارات ومكتب محافظة الظاهرة بطولة الانجراف للسيارات، والتي جمعت 19 متسابقا محترفا من داخل وخارج سلطنة عمان. رياضة الانجراف هي تخلي السيارة تنجرف على المسار، نحط مسار معين مرسوم في الحلبة، وطبعا لازم السيارة تكون على انجراف طول المسار هذا، فأنت من تبدأ لين ما تخلص المسار نفسه اللي محدد لازم السيارة تكون أبدا ما فيها ما تمشي يعني سيدة، لازم تكون على طول منجرفة لين ما تخلص المسار. طبعا هذه رياضة يعني عالمية ومعترف فيها. وتعد بطولة الانجراف للسيارات من البطولات التي تعكس شغف رياضة المحركات وتستقطب جمهورا واسعا من محبي الإثارة والتحدي. التجهيزات اللي مطلوبة من السيارة اللي شارك فيها المتسابق لازم تكون فيها واقل حديدي، حزام الرباعي رياضي، كرسي رياضي، السيارة تكون مفضاية من داخل لعشان ما يكون في أي اشتعال ويزيد الاشتعال في السيارة، اللبس المقاوم للحريق هذا يقاوم الحريق مدة دقيقتين من النار مباشرة، فكل هالأشياء لازم تكون مطلوبة للسائق يمكن يحضرها في أيام السباق. مشاركة مختلفة من نوعها اللي هي كار بارك درفت اللي هي CBD المقامة في أرينا عبري. طبعا أول مرة نزور هالحلبة، طبعا أرينا عبري ما شاء الله من فترة بس هاي أول مرة نزورها، صراحة المكان طيب وكل شكر المبذول إقامة الفعالية في هالمكان، تفعل الجماهير والمنطقة بشكل عام. ويأتي تنظيم البطولة ضمن مراحل التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة الانجراف المقررة في شهر ديسمبر المقبل في مسقط، مما يجعلها محطة حاسمة نحو الوصول للنهائيات، بالإضافة إلى الارتقاء برياضة المحركات وتعزيز حضورها في الرياضة العمانية. وتعد حلبة عبري للاستعراض وجهة مثالية لرياضة المحركات التي تم تجهيزها بمرافق عالية الجودة تسمح بإقامة بطولات لرياضة المحركات بكل كفاءة. وفي ختام المنافسات تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حقق المركز الأول المتسابق أحمد بن سالم العامري، فيما حقق المركز الثاني المتسابق علي بن عبد الله البلوشي، وذهب المركز الثالث من نصيب هيثم بن زاهر الحديدي. أجواء تنافسية أوجدتها حلبة عبري للاستعراضات في رياضة المحركات لتكون إضافة جديدة للأنشطة الشبابية في المحافظة. محمد بن سعيد العلوي، محافظة الظاهرة.